اللي ربنا مديهم لنا، هنطلع من كل حاسة منهم حاجة بتهديك، وفي الآخر تديني بلان كده إن هي دي الحاجات اللي هتهديني. طيب اديني برضو، اديني أمثلة. تعال نمسك مثلا حاسة زي الشم. بص، انت لازم يبقى في دماغك حاجات معينة لما بتشمها بتفرحك وبتهديك. يعني ايه الدنيا؟ يعني ايه لما حاجات بشمها؟ يعني مثلا في واحد يقول لك بص، اما بجيب ورد بلدي مثلا في البيت وريحته حلوه وتبقى موجوده قدامي، دي حاجه بتفرحني، ولما بشم ريحته كده بحس ان انا بهدى. خلاص، يبقى انت من الديستراكت، سوري، من السيلف سوزنج بلان بتاعتك هتبقى انت الورد جزء منها. في ناس يقول لك لا بص، بجيب الشموع اللي هي بتولع شمعه كده بتكون بتطلع ريحه، بتبقى فيها حاجات طبيعية، الشمعة دي بتهديني جدا، يبقى خلاص هي دي الحاجة اللي أنا هستخدمها، بحبها ده. في ناس بتحب لا ريحة برفيوم معينة. يعني عندي كان لسه عيان بيقول لي بص، في برفان كده أنا بشتريه، هو قديم الريحة قديمة بس أنا بحب أشتريه طول الوقت. بقول له ليه؟ قال لي لأن والدي كان بيحطه البرفان ده أو البرفيوم ده طول الوقت، فأنا ده بيفكرني بيه، وهو والدي توفى وده بيخليني بحس بالأمان، فأنا ما بحطه الريحة نفسها بتحسسني بالأمان. تمام؟ فانت هتدور على حاجات تشغل حاسة الشم تهديك. في ناس قاعدة بتسمعني دلوقتي تقول لك يا عم ايه الهبل اللي هو بيقوله ده؟ شم ايه وشم ايه بقى؟ احنا جايين بقى نعالج الامراض النفسية بالشم؟ ما هو احنا عاوزين، احنا تاني ده جزء من العلاج، ان انت هتستخدم حواسك ان انت تهدى منهم حاسة الشم، فهتبقى عارف ان شوية حاجات بتهديك. في ناس ريحة الصابون، الصابونة، يعني في ناس كده يقول لك بتعمل لي نوستالجيا. النوستالجيا دي اللي هي الحنين للماضي، يقول لك بص كان في صابون زمان كده. دلوقتي الناس بتسأل سوب اللي هي الفلويد اللي هي السائل، مش عارف الناس يعني هنا اغلب ما حدش بيستخدم الصابون هنا، بس لسه يعني موجود. تجيب صابونه معينه ليها ريحه معينه، يقول لك بص دي بتفكرني بجدتي، دي بتفكرني بجدي، دي بتفكرني وانا عندي 5 سنين اشم الريحه دي اهدى على طول. ففي ناس بتحب الريحه، يعني تنقي انت ايه اللي يهديك. في ناس ريحه الاكل، اكلات معينه، وفي ناس بتحب مش ريحة الأكل، ريحة إن هو بيطبخ الأكل، الريحة نفسها بتهدي. في ناس ريحة اللي هو يمشي في البارك ولا في الجنينة، يكون لو هو عايش في مكان اكسسبل اللي يجي جنبه جنينة يقدر يتمشى فيها، ريحة الزرع نفسه، ريحة الحشيش، الريحة دي بتهديهم. فأنت نقي من الروائح دي الحاجات اللي هديك. انا اديتك امثله، وممكن يكون انت عندك امثله تانية، واحنا هنساعد بعض في الاخر، لان كل واحد هيقول فكره والفكره هتبقى مختلفه. تعال نخش بقى على حاسه النظر او الرؤيه، ان في حاجات معينه لازم تبقى عارف ان انت لما بتشوفها بتهدى. في ناس تقول لك اه بص، انا لما بحط صوره عيلتي ولادي قدامي، يعني كان لسه ام مقابلها من فتره بتقول لي على الموبايل صوره ولادي، على الحيطه صوره ولادي، على مكتبي في الشغل على الكمبيوتر صوره ولادي، اما بشوفهم بحس ان انا اقدر اواجه العالم كله وضغوط العالم كلها. خلاص، طب انت عارفه ان ده بيهديكي وممكن يقلل المشاكل عندك في الشغل، نحط صوره ولادك في كل حته. في ناس يقول لك لا، صور القديسين او صور اللاعبين كرة او رياضات معينة هو بيحبها، بيحس انها بيشوف الصور دي بيحس ان هو دي بتهدي. في ناس صور الطبيعة، يعني حط صور طبيعة في كل البيت او على الديسكتوب او على الحاجات دي بتهدي. فكل واحد يبقى، في ناس يبقى الكوتس اللي هي الكوتس اللي هي السينج، يعني اللي هي المقولة لحد أو آية أو سورة آية معينة من الإنجيل من القرآن، حاجة معينة هو بيسمعها أو بيشوفها بيهدى. وأكيد أنتوا عارفين كل واحد عنده بعض الكلمات اللي بتهديه. طبعا في كلمة، في بعض الكلمات موتيفيشنال وفي بعض الكلمات اللي بتهدي. أنت هتنقي، بنركز دلوقتي على الحاجات اللي تهديك. صورة برضو حد انت بتحبه معجب بيه، جوزك، خطيبك، ابنك، باباك، حد انت يعني بتحبه معجب بطريقته، فلما بتبص في الصورة بتحس ان انت مستريح. يبقى دي كده طريقة الفيجن اللي هي الرؤية. طيب احنا اتكلمنا على ان انا استخدم حاسة الشم، في حاجات بشمها بهدة، في حاجات بتشمها تنرفزك، تتجنبها بقى على قد ما تقدر.
حاجات بشوفها بتهديني خلاص، اكتر منها في البيت. طيب نيجي لحاسة بقى السمع، لازم برضو يبقى عندك شوية حاجات اما بتسمعها بتهدى. في اشهر حاجة طبعا الميوزك، يعني اسمع موسيقى معينة بتهديني، ناس مغني معين او موسيقى بدون غنى، موسيقى فقط هي بتهديني. تبقى محدد انت عامل في اليوتيوب كده ليست اوف ميوزك انت هتسمعها لما تكون عاوز تهدى، ولا عندك في العربية ليست كده لحاجات بتهديك. برضو في طلعة جديدة الاوديو بوكس اللي هي الكتب المسموعة، اللي هو دلوقتي الناس اغلب الناس ما بقتش عاوزة تقرأ، بقت بتسمع الكتاب. ففي كتب معينة طبعا، لو ده الكتب الدينية كلها في ناس بتحب تسمعها دلوقتي، اشغل الانجيل واسمعه، اشغل وعظة واسمعها، اشغل ايا كان يعني الخلفية الدينية اللي انت جاي منها، تشغل الحاجة اللي بتحسسك ان انت تهدى، او كتاب معين لحد انت بتحبه تسمعه. في ناس لو هو قاعد على في بيت مثلا او في مكان ومفتوح على جنينة او مفتوح على باك يارد كويسة او على ليك او حاجة زي كده، ممكن برضو ان هو يفتح الشباك، هيقدر يسمع صوت العصافير، صوت الهوا، صوت الولاد بتلعب، كل ده ساعات بيهدي. في حاجة كمان الناس بقت تستخدمها ليتلي، يعني اللي هي الوايت نويز. وايت نويز انت لو دخلت على السيلفون وكتبت في الاب ستور وايت نويز، هتلاقي في ابس كتير بتطلع لك الوايت نويز دي. ايه الوايت نويز دي؟ اللي هي صوت الوش، اللي هو حلو لسبب ما الصوت الوش ده بيهدي ناس كتيره، فممكن تحطه في الهيدفون والصوت الوش ده والناس بتنام عليه. اكيد انت جربت زمان، يعني الناس الكبار كان التلفزيون لما بيفصل ويقعد يوش بالليل تبقى احسن نومه، وتلاقي نفسك دخلت في الديب سليب كده، النوم العميق والاحلام دخلت وكده. الوايت نويز دي حلوه. الوايت نويز دي في منها انواع، في ناس بتحب تسمع صوت مروحه، في ناس بتسمع صوت وش، في ناس بتسمع صوت طيور، في ناس بتسمع صوت اسمها الشلالات، في ناس بتسمع صوت المطره. يعني انت جربهم كده وهتلاقي في صوت منهم بيهديك، هو ده ممكن تسمعه. يبقى احنا خلصنا حاسه السمع. نرجع تاني، انا بقول افكار، انا عاوزك في اخر السيشن النهارده انت تقول لي ايه البلان بتاعتك. ممكن واحد يقول لي موضوع الصابون ده، يا لهوي في صابونه كده بشم ريحتها بهدى تماما لانها بتفكرني بجدي، وفي ايه كده في الانجيل بقراها بهدى تماما لما بشوفها قدامي، وفي صوره ولادي لما حطيتها على الكمبيوتر بتهديني تماما، وفي موسيقى معينه كنت بسمعها وانا صغير وما زلت بسمعها وبتهديني. فشوف الراجل الامثله اللي انا بقولها دي، واحد استخدم حاسه الشمع وحاسه السمع والشم والرؤيه والنظر. في ناس بقى عندها برضو حاسه التذوق، في حاجات حاسه التذوق بتهدي، لازم برضو تركز. ففي ناس مثلا بتحب اكلات معينه بتهديها، اوكي، بس خد بالك الناس اللي عندها ادمان للاكل يعني ياخد باله هو بيستخدم الحاجات اللي بتهدي دي، لان ممكن الموضوع يفتح منه، اوكي. يعني نتجنب الحاجات دي لو انت عندك ادمان للاكل، اللي هو ايموشنال ايتنج، اللي هو الاكل العاطفي، اللي هو اما اول ما اتضايق اكل، كل ما اتضايق اكل، كل ما اتضايق افتح التلاجه. وغالبا الاكلات اللي بتاكلها بتبقى كلها لا وايت فلاور اللي هو كربوهيدرات دقيق، يعني لا تبقى كلها محتواها دقيق، لا اما محتواها كلها سكر. فاحنا عاوزين يعني لو انت عندك ادمان للاكل تتجنب الاثنين دول، السكريات والنشويات والحاجات اللي فيها دقيق، لان دي فيها ادمان. لو انت ما عندكش ادمان للاكل عادي بقى انت بتنقي نوعيه اكل معينه تكون بتهديك. في ناس بالنسبه لها الايس كريم، في ناس بالنسبه لها اللبانه، يعني بمضغ اللبانه كده بحس ان انا بهدى. طبعا ناخد بالنا موضوع اللبانه ده، ان في مرض اسمه ميزوفونيا، اللي هو سيلكتيف ساوند سنسيتيفيتي سيندروم. ده ايه ده؟ يعني اللي هو حساسيه من صوت المضغ. في ناس بتتنرفز جدا
من صوت المضغ، فما تروحش جنب الناس دي وتقعد تمضغ اللبانه وتقول لي دي بتريحني. خد بالك من الموضوع ده لو حد، لان انا شفت ناس ممكن بتتعصب جدا من صوت الاكل وممكن تمد ايدها وتضرب. يعني انا شفت واحد يعني كان اولموست هيموت اللي قدامه بسبب ان الشخص التاني كان بياكل لبانه. فانت خد ان في حساسيه من الموضوع ده، وموضوع ليه علاج بس يعني ناخد بالنا منه، وليه اسباب. يعني غالبا بيقولوا انها اسباب تطوريه، يعني هو في ناس مولوده كده ان هي عندها حساسيه من صوت الاكل. وبعدين قعدوا يدرسوا ليه، قال لك ممكن يكون اسباب تطوريه. يعني ايه اسباب تطوريه؟ يعني الانسان البدائي، انت فاكر زمان من الاف السنين احنا كنا بنقعد في الغابه، يعني اكيد بقى انت عارف بتشوف الحفريات، احنا كنا والحيوانات حاجه واحده، يعني بنقعد عارف النمر يطلع ورانا واحنا نطلع ورا الاسد والفيل، يعني كنا احنا والطبيعه مع بعض يعني. فكان طبعا انت عايش مع النمر، النمر ممكن ياكل اي حاجه، ياكل اي حاجه. فانت بيقولوا ان يعني اتسجل عندنا في الجينات بتاعتنا ان انت وانت زمان واحنا مستخبيين مثلا في وسط شجره ممكن تسمع صوت اكل حيوان بياكل اخوك او بياكل لابوك او بياكل يعني او بياكل حد تاني او بياكل حيوان تاني، فتبقى مرعوب بطريقه غير عاديه وبتسبب. طبعا احنا عارفين في الرعب في حاجه اسمها فايت اور فلايت ريسبونس، اللي هو عارف انت لما بتترعب تلاقي نفسك ضربات قلبك تزيد والعصبيه تيجي، لان انت بتستعد للحرب، او لما حد يجي يواجهك تلاقي نفسك كده ايه الجهاز العصبي والجهاز الهرموني بيشتغل بقوه. ف anyway في ناس الصوت بيأكتيفيت النيرفس سيستم بتاعهم، بيخلي الجهاز العصبي بيشتغل باقصى قوه. فانت خد بالك ان في ناس كده وبتتضايق قوي من الصوت ده، ويعني لو في ناس كده حواليهم حاول ما ايه تاكل بدون صوت. طبعا هتنقي الاكلات اللي بتحبها، تنقي الحاجات اللي تتشرب اللي بتحبها. للاسف في ناس ما بتتذوقش الاكل، يعني هو بياكل كده عشان نعيش وخلاص، اللي هو بيبلع، فاهم؟ احنا طبعا ربنا ادانا يعني حاسه التذوق دي، فمن الحاجات المهمه لتهدئه اي انسان ان هو يدوق الاكل. في ناس بتزلط الاكل، اوكي احنا طب اعمل ايه؟ انا فعلا عاوز ادوق، عاوز اتمزج كده بالاكل. تمرين بسيط خالص، كل وانت مغمض عينك هتلاقي الاكل ليه طعم تاني وحياه تانيه وشغل تاني خالص، بس مش طول الوقت يعني تعمل كده، اعملها مره مرتين كل فتره هتخليك تدوق الاكل بصوره تانيه وتحس يعني ايه اكل، ويعني ايه ان التيست ريسبتورز اللي هي مستقبلات الحسيه في البق بتحس بالاكل. anyway في ناس بقى عندها القهوة هي اللي بتهدي، الشاي اللي بيهدي، الهوت شوكليت هي اللي بتهدي، اللي مش عارف ايه، نقي اللي الايس كريم، نقي الحاجة اللي ايه بتهديك. في ناس عندها حاسة اللمس بتهديها، في ناس عندها حاسة اللمس ازاي يعني؟ يعني يقولك في حاجات كده قماشات معينة كده ناعمة لما بلمسها بهدى برتاح. ده برضو يعني في كذا عيان عندي بيبقى عنده قماشه ناعمه في جيبه كده او في شنطته بيقعد يمسكها كده ويستخدمها طول الوقت، ان هو الملمس بتاعها بيخليه يهدى. في ناس بالنسبه لها انه ياخد دش، ياخد يعني هوت اور كولد شاور، ده حاجه بتهدي فيطلع. يعني في ناس بقى بياخد يعني حمام دافي، في ناس حمام بارد، كل واحد بيبقى انت جرب شوف ايه الحاجه اللي بتهديك. في ناس الحمام يعني البانيو بقى تملى البانيو ميه وتحط فيه شويه ملح بالذات ابسم سالت وتحطه، تحط الملح ده وتقعد كده في الميه ده بيهديهم. في ناس اللي هو يقعد يحسس على كلب او قطه، لو انت عندك كلب او قطه تحسس عليهم، ده في ناس بيهدي جامد. في ناس اللبس نفسه، اللبس اللي بتلبسه، في لبس كده يبقى مش ضيق واسع شويه بيريح برضو. حاول طول طبعا في الشغل في لازم تبقى بروفيشنال يعني في شغلانات معينه، فلازم تلبس لبس معين، بس في البيت يعني نقي اللبس اللي بيهديك، مش لازم لبس كمان في البيت يبقى بيضيق او بيعصبك او بيضايقك او الملمس بتاعه مضايقك. في ناس لمس الناس التانية بيهديهم.
يعني تحضن ابنك، تحضن باباك، تحضني جوزك، تحضن مراتك، بس مش عاوزك يعني تمشي في الشارع تحضن في الناس. يعني طبعا اكيد انا يعني ناخد بالنا احنا بنحضن مين وبمسك ايد مين ولمسة الايد وطبطبة على الكتف والحضن واللعب في الشعر، ويعني الكلام ده ناخد بالنا، وده طبعا مش محتاج يعني شرح ان ده بيتعامل مع مين، بس هو اللمس من الحاجات اللي بتساعد في الحالة النفسية. انا كده خلصت كل الايه الحواس، من شم للنظر للسمع لللمس للتذوق، وقلت افكار كتيرة. انا عاوزك في ورقة وقلم كده وانت قاعد مكانك اعمل لي خطة، اعمل لي خطة، قول لي ايه الخطة اللي انت هتستخدمها بحيث تهدي نفسك. ممكن واحد هيجي يقول لي بص انا عندي كلب بحب المسه واحسس عليه كده طول الوقت، ده بيهديني جدا، وبالنسبة لحاسة التذوق الايس كريم بيعمل معايا شغل غير عادي، وبالنسبة لحاسة السمع موضوع الوايت نويز اللي انت قلت عليه ده، ولا ان انا اسمع صوت مطرة كده او صوت مروحة شغال.